إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص خاصة جرائم المخدرات، تمكن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، من بينهم امرأة ينحدرون من ولاية مستغانم. العملية جاءت بناء على معلومة أمنية وردت إلى المصلحة تفيد حيازة أحد المشتبه رفقة شقيقه بإحدى البلديات المجاورة لمدينة مستغانم على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع مخزنة بمقر سكناهما وبمقر سكن شريكهما بنفس البلدية. عليه بعد إخطار سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تدلس بالوقائع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تمت عملية تفتيش مسكني المشبوهين بالتعاون مع عناصر من فرقة الدرك الوطني لبلدية صيدا، حيث تم ضبط اولا المسكن الاول 30 غرام من الكيف المعالج و44 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملي غرام، سيف من الحجم الصغير، ساطور وسكين. المسكن الثاني اكثر من 54 مليون سنتيم من العمله الوطنيه. التحقيق مع المشتبه فيهم ابان عن كميه اخرى من الاقراص المهلوسه والمقدره ب 480 قرص مخبأه بمسكن شقيقه زوجة احد المشتبه فيهم باحدى البلديات المجاوره. عليه تم حجزها وتوقيف المعنية بالأمر لتبلغ الكمية الإجمالية 524 قرص من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام. عن تهم حيازة المخدرات الكيف المعالج والمؤثرات العقلية لغرض البيع والنقل والتخزين بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، سيحالون بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تدلس.